جولة جديدة من جولات اليوم، أهلا بحضراتكم. فكرة إتاحة الإمكانيات اللازمة لتوفير سكن لكل المصريين يمكن محور من المحاور الرئيسية في خطة الدولة المصرية في إطار عملية التنمية الشاملة اللي بتحصل على كافة الاتجاهات. خلال السنوات القليلة اللي فاتت كان في مشروعات إسكان للشباب والإسكان الاجتماعي بشكل كبير وملحوظ، وغيرها من المشروعات كمان اللي بتستهدف كافة فئات المجتمع. وكنا يمكن من فترة قصيرة تابعنا مع حضراتكم تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بخصوص تنفيذ مبادرة للتمويل العقاري بفايدة متناقصة تقدر ب 3% على مدار 30 سنة. المبادرة دي بتعتبر من أهم المبادرات لأنها بتحقق أقصى استفادة بالنسبة للراغبين في الحصول على وحدة سكنية. النهاردة وبشكل رسمي البنك المركزي أعلن انطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل ل 30 سنة. هاتفيا معانا الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. أستاذة مي مساء الخير. أهلا مساء النور يا أستاذة سارة، إزي حضرتك؟ يعني خليني بداية أعرف من حضرتك الشروط اللي أنا أتقدم بيها لو أنا عايز أكون أحصل على هذا التمويل، إيه الشروط اللي لابد أنها تنطبق عليا؟ بالنسبه لمنخفض الدخل احنا طبعا يعني كصندوق بنحط حدود للدخل وبتراجع دوريا من اعلان لاخر، لكن بالنسبه يعني شروط اخر اعلان كانت 4500 جنيه للاعزب و6000 جنيه للاسره، حدود اسعار الوحدات 350 الف جنيه. بالنسبه لمتوسط الدخل اللي عايز يتحصل على وحده ضمن المبادره سقف الوحده 1,400,000 الف وسقف الدخل 14,000 جنيه للاسره و10,000 جنيه للاعزب. دي كده الحاجات الرئيسيه اللي هي بتحدد كل عميل حسب دخله هيدخل تحت انه مبادره. المبادره طبعا 30 سنه، فايده 3% متناقصه. بالنسبه لمنخفض الدخل بيكون في دعم نقدي كمان بيخصم من ثمن الوحده، عشان يعني طبعا المنخفض الدخل محتاجين دعم اكثر من متوسط الدخل. هل بيكون مسموح لي بعد الحصول على الوحده ان انا ابيعها، ان انا اتصرف فيها ولا لا؟ لا, لا طبعا لا، دي وحده مدعومه ومدعومه جدا 3% يعني مقارنه بسعر فايده السوق بنتكلم مش اقل من 17% او 15% اسعار فوائد التمويل العقاري العادي، ففي قيمه دعم كبيره قوي محطوطه بخلاف طبعا دعم الارض ودعم المرافق والدعم النقدي اللي احنا قلنا عليه يدفع. فدي شقه الدولة حاطة فيها هذا المبلغ من الدعم عشان عميل مستحقها محتاج انه يسكن فيها، مش هي حاجة المتاجرة يعني. طيب هل بيكون من حقي ان انا اختار المكان اللي انا عايزة اشتري فيه ولا في اماكن طبعا محدودة؟ لا لا، ما فيش اماكن محدودة. احنا كصندوق بنطرح طبعا وحدات لمنخفض الدخل على مستوى الجمهورية في كافة المدن الجديدة وعدد كبير من المحافظات. العميل برضه عنده حرية ان هو اذا في شقة تخضع للحدود السعريه دي وهو دخله ينطبق عليه يقدر يجيب هذه الوحده وتمول برضه من البنوك ومن المبادره ويحصل على الدعم النقدي من الصندوق برضه. طيب في راي حضرتك هذه المبادره الى اي مدى ممكن يكون ليها تاثير وتنعكس على يعني المياه الراكده في سوق العقارات؟ لا هو ان شاء الله ما فيش مياه راكده. احنا يعني برنامج الاسكان الاجتماعي بيبتدي من سنه 2014، احنا اخذنا تمويل 37 مليار جنيه او اكثر شويه من ساعات بدايه المبادره لحوالي 370 الف عميل. طبعا اسعار الوحدات برضو اختلفت شويه، غليت عن بدايه المبادره فقيمه التمويل هتبتدي تغلى، فاحنا بنتكلم في عدد عملاء يعني مثلا لل 100 مليار دول ممكن يكونوا مثلا رقم برضو مثلا في حدود ال 200 او 300 الف عميل برضو يعني. فيعني عدد مش كبير مع وجود برنامج سكن لكل المصريين والاعلانات المتتاليه اللي احنا بنطرحها. هنعوز ان شاء الله مزيد من المبادرات، وبتوقع ان احنا نستخدم هذا المبلغ ان شاء الله في خلال 3 سنوات مثلا بالكثير ان شاء الله. يعني. طيب هل الوحده نفسها ليها شروط علشان يطبق عليها هذه المبادره؟ ما احنا قلنا ان الوحده تكون يا مسجله يا قابله للتسجيل. لو هي في احد المدن الجديده يعني بتكون طبعا ايسر، وفي تيسيرات مع اجهزه المدن بحيث انه الورق ما يبقاش فيه صعوبات، لكن حتى في المحافظات القديمه بس وحده تكون يعني مرخصه مش مخالفه وقابله انها تتسجل، مش لازم تكون مسجله. دي الشروط الرئيسيه يعني
من ناحيه الوحده، من ناحيه العميل طبعا يكون سنه من 21 ل 50 سنه، ده لو بيقدم على الاسكان لمنخفض الدخل. بالنسبه لمتوسط الدخل ما فيش شروط حتى خاصه بالسن، طبعا اقل حاجه 21 سنه، لكن ممكن واحد معاش مبكر يقدم ويقدر ان هو يوصل لحد سن 75 سنه حتى كنهايه لفتره التمويل. نعم. كل دي تيسيرات جديده ما كانتش موجوده قبل كده. بشكر حضرتك استاذه مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شكرا لوجود حضرتك معي. وزارة المالية أعلنت النهارده إنه في تكليف رئاسي بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمراعاة البعد البيئي. وضحت في بيانها النهارده إن الحكومة بتستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي ل 30% في الموازنه الجديده. احنا معانا هاتفيا الدكتور شريف حازم مستشار وزير الماليه للشؤون الهندسيه. يا دكتور شريف مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. بدايه عايزه اعرف من حضرتك ما هي الاستثمارات الخضراء؟ الاستثمارات الخضراء دي احد المؤشرات الهامه النهارده اللي بتورينا مدى تقدم الدوله، وبتكون مؤشر مهم للمستثمرين عشان يقدروا يتوجهوا للدولة دي. دي بتعبر عن الـ البعد البيئي ازاي بيتاخد في المشروعات الموجودة. فلو تلاحظي حضرتك مثلا احنا في الفترة اللي فاتت توجيهات من سيادة الرئيس انشأنا اكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة اسوان لانتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، عملنا محطات الرياح على ساحل البحر الاحمر. حتى في مشروعات التطوير القرى المصرية هتلاقي حضرتك مشروع زي تسطين الترع، ده مشروع مهم جدا للري والزراعه، انما كمان الاساس فيه ان هو بيحسن جوده ميه الري وبيحسن البيئه حوالين الزرع والمصدرات الري، وبالتالي بيحسن جوده المنتج الزراعي فبيحافظ على الصحه العامه للمواطنين. فالامور دي كلها بتصب في الاخر في انها استثمارات مستدامه بتراعي البعد البيئي لها تاثير مباشر على الدوله وعلى المواطنين. هل هي بتكون استثمارات تكلفتها اعلى؟ مش دايما، يعني في احيانا بتكون التكلفه الاساسيه اعلى بنسبه بسيطه، انما بيعوضها ان التكلفه على مدار بقى العمر بتاع المشروع نفسه بتكون اقل بكتير. ودي مثلا بنقدر نشوفها في السيارات الكهربائيه، ان سعر السياره في الاول بيكون اعلى من السياره التقليديه بنسبه معينه، انما مصاريف الفرق بين استخدام الكهرباء واستخدام الوقود العادي وفرق الصيانه اللي هي تقريبا بتقل بنسبه 80% عن السياره العاديه بتعوض الكلام الفرق ده كله. كمان بتزيد وتعمل الوقف ضخم جدا بالاضافه على الطرح البيئي مش اقتصادي بس، بتحسن المناخ فبالتالي برضه بتحافظ على الصحه العامه للمواطنين وبتحسن ترتيب مصر في اداء المؤشر البيئي على المستوى العالمي. طيب التحسن في المؤشر البيئي ده بيؤدي الى جذب استثمارات الى اي مدى؟ في مثلا في تاثير مباشر لوزاره الماليه
زي ما السيد الوزير قال طرحت نهايه السنه الماضيه 2020 اول سندات خضراء في المنطقه في شمال افريقيا والدول العربيه، ودي كان عليها اقبال ضخم جدا. السندات الخضراء دي بتضخ فيها المؤسسات الدوليه والمحليه استثمارات كبيره، الحصيله بتاعتها بيتم استخدامها في المشروعات ذات الاثر البيئي المباشر، اذا كانت طاقه متجدده او اذا كانت كمان مشروعات بنيه تحتيه زي المواصلات. حضرتك طبعا سمعتي عن القطر الكهرباء اللي هو هيتم افتتاحه في نهايه السنه دي، اللي هو من محطه عدي من قصر القاهره ويوصل العاصمه الاداريه والعاشر من رمضان، والمراحل الجديده في مصر. لا وبنتكلم كمان على تصنيع سياره كهربائيه في مصر. بالظبط، ده برضه مهم جدا بجانب السيارات اللي هي بتمشي بالغاز النهارده، كل ده احنا بنستعيد عن الوقود التقليدي بوقود غير مضر للبيئه اذا كان غاز طبيعي او كان كهرباء، فده بيؤدي لتحسين البيئه ونقدر نستعمل فيه حصيل السندات الخضراء اللي هي تم طرحها وسبب نجاح كبير جدا السنه اللي فاتت في تمويل المشروعات. طب يعني يمكن الثقافة عند المجتمع إن ما يتعلق بالبيئة هو رفاهية، أنا إزاي أقدر إن أنا أغير هذه الثقافة؟ بالعكس، يعني زي ما قلت لحضرتك هو المواطن لازم يحس بالتأثير المباشر عليه، يعني زي ما اتكلمنا مثلا عن تطين الترع، تطين الترع هيؤدي لجودة المية، جودة المية في الري هتؤدي لجودة المنتج الزراعي اللي طالع، فدي لها تأثير مباشر على المواطن من ناحية الناحية الاقتصادية، ان الانتاج عندي بيزيد فاللي هنا تكلفته بتقل فهو هيدفع بحساب اقل. انما الاهم كمان ان الكواليتي او الجوده بتاعته بتزيد اذا كانت جوده كمنتج واذا كانت جودته الصحيه على جسم هو. ففي الحاله دي احنا بنوفر عليه هو مصاريف ان هو يحصل مرض وبعدين تضطر الدوله انها تعالج الامراض دي، وفي الاخر اللي يهمنا كدوله ان المواطن المصري يعيش حياه كريمه، حتى ده اسم المبادره بتاع تطوير البريد المصري، فالحياه الكريمه جزء اساسي منها وتحسين البيئه، والسياده الرئيس زي ما بتتكلم عليها. يعني حضرتك بتضرب اكتر من مثال عن الاستثمارات الخضراء بحيث ان الناس تبقى فاهمه ان الحياه كريمه ده يعتبر استثمارات خضراء، تبطين الترع هو استثمارات خضراء، السياره الكهربائيه والاتوبيسات الكهربائيه دي كلها استثمارات خضراء. حتى مشاريع الطرق النهارده، الطرق والكباري خصوصا بين المدن والمحافظات لما تم تطويرها النهارده، المشوار اللي كان بياخد له 3 أو 4 ساعات من القاهره للمدن الثالثه زي الداخليه والشرقيه والغربيه النهارده بقى بياخد له 2 أو 2.5 ساعات، فوفر نص الوقت، الوقت ده بالكامل كان بيؤدي لعربيات ماشيه بتعمل تلوث في البيئه، بتاخد وقت اكثر من المواطن، فكل ده كانت اضرار متراكمه بتحصل. فالنهارده الحاجات بسيطه زي كده قد المواطن يعتقد انها ملهاش علاقه قوي بالبيئه، انما هي مؤثره على البيئه المحيطه بيه، مؤثره عليها هو كمواطن. موضوع مهم جدا، بشكر حضرتك يعني لهذا يعني الايضاح والشرح، دكتور شريف حازم مستشار وزير الماليه للشؤون الهندسيه، شكرا لوجود حضرتك معانا. النهارده يمكن كان في واقعه يعني او فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو كان في مشده ومشاجره بين كومساري سكه حديد وبين يعني احد الركاب بسبب تحصيل الاجره والغرامه. يعني واحدة من الركاب كانت بتتكلم عن اعتداء الكومساري على المواطن اللي رفض، ورفض الكومساري تحصيل الأجرة والغرامة. المهم يعني انه وزارة النقل يعني اصدرت بيان بهذا، او يعني هيئة سكك الحديد تحديدا اصدرت بيان بهذا الشأن، ويعني قررت ايقاف الكومساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، واكدت في هذا البيان انه المخطئ سينال عقوبة مغلظة لا تهاون في حق اي راكب، خاصة ان لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس كامل وزير النقل بترتكز على حسن معاملة الركاب، وان يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون وفي اطار الاحترام التام للركاب، وانه عند انتهاء التحقيقات سيتم اعلانها بكل شفافية. بعد الفاصل نواصل مع حضراتكم هذه الجولة. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وده وسط إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. عدد مرضى الإدمان اللي استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن
لصندوق مكافحة الإدمان في النص الأول من عام 2021 وصلت ل 63,540 مريض من خلال 27 مركز علاجي في 17 محافظة. كل ده كان مجانا وفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة. خلال مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، وخاصة بعد التصديق على فصل الموظف المتعاطي للمخدرات. كمان في مبادرات توعية زي مبادرة مثلا مصلحتك لرفع الوعي بمخاطر الإدمان، وده لدى العاملين. ويمكن كنا برضو متابع مع حضراتكم من أيام مبادرة أخرى وهي مبادرة سكة السلامة. يعني أقصد أنه في طول الوقت برضو مبادرات مختلفة من صندوق مكافحة الإدمان بتهتم بهذا الموضوع وموضوع مكافحة الإدمان. احنا معنا دكتور أحمد كتامي مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. خليني بدايه اسال حضرتك عن الرقم اللي معلن عنه الناس اللي تقدمت بالعلاج، سواء الرقم اللي بيبقى من خلال الخط الساخن اللي هو 63,540 مريض، او الرقم اللي خلال الشهرين اللي فاتوا عن 6022 موظف بالقطاع الحكومي. دي ارقام بتعتبر كبيره؟ ارقام هو ده المتوسط اللي بيوصل لحضراتكم في العادي ولا ايه؟ في الحقيقه الارقام عاليه طبعا. المتابعين للصندوق هيعرفوا ان كان في حمله اعلاميه كبيره الصندوق نفذها في شهر رمضان اللي فات تحت عنوان المخدرات رحلتها صغيره ما تسافرهاش. يمكن المكالمات التليفونيه زادت جدا بسبب الحمله الاخيره دي. يمكن زي ما حضرتك شايفها 63,000 حاله في خلال 6 شهور. قدرنا نقدم لهم كل الخدمات العلاج بالمجان والسريه تامه وفقا للمعايير الدوليه. كمان ساعدنا على ده التوسعات الاخيره، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي عدد المراكز اللي اصبح 27 مركز بيغطوا 17 محافظه. كان في محافظات كتير جدا محرومه خلال الفتره اللي فاتت قدرنا نوصل لها ونغطيها ان شاء الله. كمان زي محافظات ايه؟ احنا في خلال الفتره الاخيره تم افتتاح مراكز، تشرفنا ان السيد رئيس الجمهوريه افتتح 3 مراكز خاصين بالصندوق في محافظه البحر الاحمر، في محافظه مرسى مطروح، في مدينه بور فؤاد، في محافظه بورسعيد. ان شاء الله كمان بنهايه السنه دي نكون بنفتتح في محافظه قنا وهي محافظه محرومه. مؤخرا تم افتتاح فرع للخط الساخن بمحافظه سوهاج بالتنسيق مع الامانه العامه للصحه النفسيه. طيب المحافظات اللي ما فيهاش المراكز وبتقدر انها برضو تتواصل مع الخط الساخن مظبوط؟ طبعا طبعا، الخط الساخن بيخدم كل محافظات الجمهوريه. لو المحافظه اللي هو فيها ما عندوش فيها الخدمه بنحيله لاقرب محافظه بتقدم له الخدمات، وكلها بالمجان وبسريه ده. طيب انا عايزه اقف عند ال 6022 موظف بالقطاع الحكومي اللي تقدموا يعني لحضراتكم خلال الشهرين اللي فاتوا مايو يونيو. يعني تم علاج او يعني بدات رحله العلاج معاهم انتهت طبعاً. ايه اللي بيحصل في هذا الموضوع؟ بصي، هو طبعا هو مؤشر يعني مهم جدا، وهي رساله كمان بنديها لكل زملائنا الموظفين في كل القطاعات الجمهوريه، ان بعد تطبيق القانون وبعد اصداره فيما يخص ان اي حد موظف حكومي هيتم اجراء الكشف المبكر عليه ويكون بيتعاطى المواد المخدره هيتم فصله نهائيا. في خلال الفترة دي مهم جدا زي ما حضرتك ذكرتي ان الصندوق بينفذ مبادرات توعية للسادة الموظفين في كل قطاعات الجمهورية بخطورة التعاطي والآثار اللي هتترتب عليه، وفي نفس الوقت الخط الساخن بيستقبل المكالمات الخاصة بيهم الرغبين في العلاج بالمجان والسرية تام. يعني لو حالتك تستدعي الحاجة هنوفره، ونسبة كبيرة منهم بيكون بيكتفي بالعلاج الدوائي عن طريق الأدوية ومتابعة عيادة خارجية. لكن ال 6000 حاله اللي اتصلت على الخط الساخن كلهم استفادوا بالخدمه وكلهم اخذوا الخدمات مجانيه. نعم. بشكر حضرتك دكتور احمد كتامي مدير البرامج العلاجيه بصندوق مكافحه الادمان. Thank you.
وقت بيكون في اسماء يعني للمواليد واسماء لاولادنا ممكن تكون مختلفه، ممكن يكون ناس كتير ما سمعتهاش، ممكن الناس ساعات بيجذبها ان الاسم شكله غريب او انه مش منتشر فبيسموا ولادهم بهذه الاسماء يعني. ولحد هنا ده موضوع تمام يعني احنا متعودين عليه وخاصة في السنوات الأخيرة، لكن اللي حصل في الأيام اللي فاتت إن دار الإفتاء المصرية كان ليها موقف أو كان ليها بيان بالنسبة لانتشار بعض الأسماء، شرحت توصيف هذه الأسماء وممكن تكون كانت صادمة للكثيرين من اللي بيتابعوا يعني، وده تسبب في حالة جدل. هل في أسماء حرام إن احنا نسمي بيها يعني، ولا في ضوابط؟ إن دار الإفتاء ابتدت بعد كده تتكلم عن ضوابط لتسمية المولود الجديد. خلونا نتكلم مع دكتور خالد عمران الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور خالد مساء الخير. مساء النور يا فندم، وتحياتي وتحياتي المشاهدين، وكل سنة والجميع بكل خير وأيام سعيدة مباركة علينا جميعا. وحضرتك طيب، هل اختيار اسم عجبني شكله وعجبني يعني على ودني يعني أنا حاسة أنه هو اسم حلو ممكن يكون حرام؟ هو بس هو هناك ضوابط نقدر نقول لمصلحة النفسية والاجتماعية للطفل. بعد كده احنا عندنا الأمر واسع والأسماء كتير. من أهم الضوابط دي إن الاسم نفسه ما يكونش لما الطفل يكبر أو فينادوه بيه فيبقى حاجة مش حلوة. زي إيه يعني؟ حضرتك اضرب لنا أمثلة. نعم حضرتك اضرب لنا امثله زي ايه؟ يعني احنا فيه اسماء كده لما نسميها الطفل يتنادى في وسط زمايله بانه هو مثلا ودان عين حاجات زي كده، فيقوم احنا نتحرى ان الاسم يبقى لطيف بحيث ان تداول الاسم يبقى جميل. طيب الحاجه الثانيه ان الاسم اللي احنا بنختاره يبقى ما فيش اشاره الى شيء من العباده لغير الله، ما نسميهوش عبد عزة، عبد كعبه، عبد، لا ده احنا بنسميه اسم عبد الله، عبد الرحمن. طب هل الاسامي اللي حضرتك اشرت اليها دي موجوده بالفعل عندنا؟ لا ده احنا بنحط ضوابط بصفه عامه، دي بياخد منها قاعده المشاهد او المستمع ياخد منها قاعده ويمشي عليها سواء في مصر او في غير مصر. طب ايه السبب ان حضراتكم خرجتوا بالبيان؟ يعني اكيد في حاجه ادت الى الخروج بهذا البيان او بهذه الضوابط. هي بعض الاشاعات خرجت على ان دار الافتاء المصريه حرمت بعض الاسماء المعينه او شيء من هذا، فاحنا اثرنا او دار الافتاء اثرت ان هي تضع بالقواعد العامه والضوابط العامه لاختيار اي اسم. يبقى لا يشتمل على شيء مثلا ما نسموهوش خالق او قدوس او ملك ملوك او سلطان، يعني حاجه زي كده دي فيها ما تنافع مع ما نسميش اسم فيه عظمه وان هو ايه متعالي على خلق الله مثلا او كده، فده ما ينفعش. غير كده يبقى نقدر من هنا بقى نقول ان غير كده ولما نراعي الضوابط دي هنختار اي اسم معناه جميل. زهرة جميلة، اسم زهرة جميلة ماشي، اسم مالي شيء، ولابد ان احنا نعتبر ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انكم يوم القيامة تدعون بأسمائكم. يعني طيب نختار الاسم اللي هندعى به يوم القيامة ابن أسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم. طيب لو حصل انه في حد خلاص هو خرج باسم او يعني خلاص هو اتسمى بهذا الاسم، ابوه وامه سموه بهذا الاسم، بيعمل ايه؟ هل يروح يغير اسمه؟ يعني يتعامل ازاي مع الحكايه دي؟ باسم فيه شيء فيه خجل اجتماعي او فيه شيء فيه نعم. شيء لا يرضاه، هو قدامه فرصه بس ده يكون فعلا حقيقي، لان في بعض الناس بعض التيارات المتشدده صورت ان فيه بعض الاسماء لما واحد يسمي اسمه عبده بعض التيارات المتشدده حرمت ده، واحنا مش مع الاتجاه ده. او دي نقطه مهمه جدا ويمكن هو ده يعني بعض التيارات المتشدده تقول لك ايه عبد النبي عبد الرسول حرام، لا احنا عبد النبي عبد الرسول معناه الذي يخدم النبي او الذي يخدم الرسول، فدي مش من لكن لو واحد فعلا حقيقي اسمه محرك او
وابوه مثلا او والدته ورثه ورثين تقاليد ان هو علشان ما كانش بيتخالف هتسميه اسم في غايه عشان ما قال ما الاله. طيب وحصل ده وكبر هو عنده فرصه في الاتجاهات الحكوميه والقضائيه ان هو يرفع قضيه مثلا امام المحكمه او كذا. ف في تجارب كتير المحكمه والجهات المعنيه بتساعده ان هو يحقق التوازن الاجتماعي والنفسي. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح لأنه كان توضيح مهم جدا، لأن الناس كانت بتتساءل هل دار الإفتاء بتحرم أسامي؟ لا، دكتور خالد عمران بيوضح أنه ده مش حقيقي، بيتكلم عن الضوابط وبيتكلم على يعني أنه ما فيش حاجة اسمها أنه هذا الاسم حرام إلا في حالات يعني شاذة جدا هو ذكرها بالاسم. يعني دكتور خالد عمران الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا لوجود حضرتك معانا. دي كانت جولتنا النهاردة في اليوم، نشوف حضراتكم بكرة في جولة جديدة، إلى اللقاء. We'll be right back.